أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم. كلمة النحل وردت مرة واحدة فقط في القرآن في قوله تعالى وأوحى ربك إلى النحل في سورة النحل. لو جئنا بسورة النحل أيها الأحبة وركزنا على كلمة النحل على موقع هذه الكلمة نجد أن الله وضع قبلها من بداية سورة النحل إلى عند كلمة النحل ما قبل كلمة النحل 992 كلمة، هذا العدد من مضاعفات الرقم 16. ولو قمنا بعد الكلمات من كلمة النحل إلى آخر سورة النحل أيضا نجد 1088 كلمة، أيضا مضاعفات العدد 16، ورقم سورة النحل 16، وعدد كروموزومات النحل 16. لا نملك إلا أن نقول سبحان الله.